احتفال نساء العالم والنساء المغربيات باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة. كل واحد هو جميل من الموقع دياله، والجمال الأسمى هو في تكاملنا. لذلك أنا كنآمن بالشركة اللي هي واحد مفهوم جديد كنحاولوا ننادي به اليوم، ولذلك اليوم كنعبروا كنساء مغربيات من خلال هذا الحزب العريق اللي هو المدرسة، لأننا شركات في تكبير جمال هذا الوطن. شكرا. عيمة المكاوي الكاتبة الجهوية لمنظمة النساء الاتحاديات داخل جهة أغيباط سالة القنيطرة. تواجدنا اليوم داخل فضاء المكتبة الوطنية هو تواجد للاحتفاء بالنساء المغربيات للوقوف على مجموعة من المكتسبات اللي حققتها المرأة المغربية، للوقوف على مجموعة من النضالات ديال المرأة المغربية اللي خلاتها تبوء واحد مجموعة من المناصب وتكون عندها مكانة مرموقة. احتفائنا اليوم هو محطة للاحتفاء بواحد مجموعة من الأسماء. كتابة الجهوية اليوم في هذا اليوم الاحتفالي إلا أن تنفتح على مجموعة من الفعاليات التي بصمت في ميادين ديالها. هناك الساحة السياسية، هناك الساحة الرياضية، هناك تكريم ديال الأخت اللي كتعتبر من العداءات الأوائل في تاريخ المغرب، هناك فنانة تشكيلية، كاين يعني مجموعة من الأسماء اللي خارج الحقل السياسي. اليوم أبت الكتابة الجهوية إلا أن تنفتح على هاد الأخوات وتكرمهم في هذا اليوم اللي كنعتبروه حنا يوم كبير للوقوف على مجموعة من المكتسبات اللي دارتها المرأة المغربية. كنساء مغربيات فخورات يعني بهذه الأشواط اللي قطعتها المرأة المغربية. طبيعة الحال كاينة مكتسبات، كاينة أمور اللي تثلج الصدر، كاينة أمور اللي حنا كنطمحوا لها كنساء أنها تكون في المستقبل. كاين عمل دؤوب مع مجموعة من الشركاء اللي غاديين في نفس التصور ديال أن المرأة يعني تكون عندها مكانة اللي هي قوية. حسن الشقر الكاتب الجهوي لاتحاد الشراكي للقوات الشعبية بجهة الرباط سالة القنيطرة. اليوم الكتابة الجهوية للاتحاد الشراكي والمنظمة الشراكية للنساء كينظموا هذا الحفل الفني بمناسبة يوم 8 مارس. يوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة هو يوم اللي اولا تذكير بالوضعيه ديال المراه عبر العالم والانجازات اللي حققتها في المجال السياسي الاقتصادي الاجتماعي، هو كذلك يوم لرفع تحدي ما ينقصنا اليوم من اجل التحقيق ديال واحد المساواه حقيقيه بين الرجل والمراه بما يضمن حقوق المراه، بما يضمن حقوق الطفل، بما يضمن حمايه الاسره. هو يوم كذلك اللي احنا في الاتحاد الاشتراكي كنعتبروه حفل اللي غيتبعوا انطلاق الاشتغال ديال المنظمه وديال الحزب في الشق المتعلق بمدونه الاسره وفي الاصلاح اللي نادى به جلاله الملك محمد السادس في الخطاب ديالو من اجل الوصول الى اصلاح جديد للمدونه يمكن للمراه المغربيه من حقوقها كامله. اولا اسم عائشة الزكري، عضو المكتب السياسي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، مناضله في صفوف الاتحاد منذ اكثر من 40 سنه. اليوم 8 مارس هو يوم عالمي للاحتفال بالنساء من اجل المساواه، من اجل الحصول على حقوقهن التي كرسنا كل حياتنا من اجل ان نحصل عليها. وبالتالي اعتبار النساء هم أناس، هن بشر مثلهن مثل الرجال، يجب أن يتمتعوا بجميع الحقوق التي أعلن عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي كرستها المواثيق الدولية المختلفة. وهنا أذكر أنه لا بد من أن نطالب بتحرير النساء الصحراويات المغربيات المسجونات في تندوف. وبالتالي كذلك لحد الساعة بلغني على أن عدد النساء الفلسطينيات المسجونات في صفوف السجون الإسرائيلية بلغ لحد الساعة 32 امرأة. وبهذه المناسبة أطالب بتحرير هؤلاء النساء لأنهن ربات بيوت ويطالبن من أجل عدالة قضيتهن، قضية الفلسطينية التي لا يمكن نحن في الاتحاد الاشتراكي أن نتخلى عنها. وتحياتي لجميع النساء المغربيات ولجميع نساء العالم، ومزيدا من الحقوق ومزيدا من المكتسبات.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.